لأول مرة أسوي هاند ستاند، تعلمت أني أوقف على يدي. أيوة. التوازن أبيض. أهم شيء اليوم إن البنطلون حقي ماشي مع لون الحيط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الله الله. وفي أمور أخرى سويتها لأول مرة ماني فاكرها دحين، إذا افتكرناها وقت المونتاج حنحط لكم هي دحين. الجبل هنا كل ثلج ما شاء الله. هذه أول مرة أمسك ثلج في السعودية في حياتي. شوف. يا سلام. أنا ماسك كده ماشي صح. على مهلك، على مهلك، على مهلك. يا سلام. جلست في أمريكا 7 سنين ما عمري فهمت البيسبول، حفهم الكريكت دحين وأنا عمري 47. يس. واو. أوكي. جود جيم. أول مرة نلعب كريكت في حياتنا بعد 47 سنة خدمة في ثانوي. خلاصة الموضوع أنه الواحد علشان يجدد حياته عن طريق تجديد التجارب في هذه الحياة، سواء يجرب مهارة جديدة أو أكلة جديدة أو علم جديد أو مغامرة جديدة. كل هذه ستسقل من شخصيتك، وكل هذه حتعلمك بما لا يعلمه آلاف الكتب. فدعوة أنه كل واحد منكم يختار شيء يسويه لأول مرة، حطوا باكت ليست، قائمة بالأشياء الواحد يبغى يسويها، وكل أسبوع جدد من نفسك، جدد من حياتك، جرب شيء جديد واستمتعوا، واحمدوا الله على النعم، وافتكرونا لما تجربوا أشياء جديدة.